السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة الصف الثالث متوسط في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الدرس الثالث من الحديث النبوي الشريف الشهيد، وهذا الحديث هو للشرح والحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. الحديث النبوي الشريف: من قتل دون ماله فهو شهيد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فقط التفاتة صغيرة عزيزي الطالب، بعض الطلاب يقرؤون قتل وليس قتل، لكن ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، فيكون قراءة للحديث النبوي الشريف بالصورة الصحيحة: من قتل دون ماله فهو شهيد. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى المعنى العام. بماذا يبين لنا أو ماذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث النبوي الشريف، وإلى ماذا يدعونا؟ أكد القرآن الكريم في آيات عديدة أهمية وحدة المسلمين والأخوة الصادقة بينهم ووجوب تعاونهم على البر والتقوى. إذن ماذا أكد القرآن الكريم في آيات عديدة؟ على ماذا أكد القرآن الكريم؟ أكد على أهمية وحدة المسلمين والأخوة الصادقة بينهم ووجوب تعاونهم على البر والتقوى ووجوب نبذ التباغض والإيذاء والعدوان، كما حث على السلم والسلام. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أكد القرآن الكريم وجوب الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه والدفاع عن المسلمين. على ماذا أكد القرآن الكريم؟ أكد على وجوب الجهاد في سبيل الله لنصرة دينه والدفاع عن من؟ عن المسلمين، وصيانة لأرواح المسلمين وحرمات المسلمين ضد من يعتدي عليهم وينتهك حرماتهم وأوطانهم، ووعد المدافعين عن أوطانهم كرامة ونعيما في الآخرة. إذن على ماذا أكد القرآن الكريم؟ أكد وجوب الجهاد في سبيل الله نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، والدفاع عن المسلمين وصيانة لأرواحهم وحرماتهم ضد كل من يعتدي على أوطانهم وعلى دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. بالمقابل وعد المدافعين الذين يدافعون عن أوطانهم كرامة ونعيم في الآخرة، فقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذا الحديث الشريف يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ يحثنا على الجهاد في سبيل الله. على ماذا يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف؟ يحثنا على الجهاد في سبيل الله وعلى الوقوف بوجه كل من يريد بالإسلام والمسلمين شرا، ويحضنا أيضا على الدفاع عن ديننا وعن أنفسنا وعن أموالنا وعن أعراضنا. فالحديث يتكلم على من ينال ثواب الشهادة، فيبين ليس للشهادة طريق واحد، وإنما لها طرق كثيرة، منها الدفاع عن النفس والعرض والمال والأرض والوطن والدين. أولا، إنه من حق المسلم أن يدافع عن ماله وأن يقاتل كل من يريد أخذه أو أخذ شيء منه ظلما،
فإن قتل المسلم المدافع عن أمواله فقد نال ثواب الشهادة وأصبح شهيد. إذن كل مسلم يدافع عن ماله ويقاتل عن كل من يريد يقاتل كل من يريد أخذ ماله أو أخذ شيء منه ظلما واعتداء وجورا، فإن هذا المسلم قتل فقد نال الشهادة. ثانيا، من قتل وهو يدافع عن نفسه نال ثواب الشهادة. هل فقط من يدافع عن ماله؟ لا، فقد بين الحديث النبوي الشريف أن من قتل وهو يدافع عن نفسه فقد نال ثواب الشهادة. ثالثا، ومن قتل من المسلمين وهو يحارب الذين يريدون بدينه شرا أيا كانوا فقد نال ثواب الشهادة. إذن من حق المسلم أن يدافع عن عرضه، ومن حق المسلم أن يدافع عن ماله، ومن حق المسلم أن يدافع عن دينه، ومن حق المسلم أن يدافع عن أهله ضد كل من اعتدى عليه وظلمه، فإن قتل هذا المسلم فقد نال الشهادة. رابعا، ومن قتل وهو يدافع عن أهله ممن أراد بهم سوءا فقد نال ثواب الشهادة. إذن عزيزي الطالب، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، فقد حث القرآن الكريم على وأكد القرآن الكريم على الجهاد في سبيل الله، وجاءت السنة النبوية تبين لنا مراتب ومنازل الشهيد. من قتل دون دمه ومن دون أهله ودون ماله ودون عرضه ودون دينه فهو شهيد وقد نال هذه المرتبة العظيمة. أبرز ما يرشد إليه الحديث النبوي الشريف. أولا، حث المسلمين على القتال أو قتال كل معتد ظالم يريد انتهاك حرماتهم. إذن على ماذا حث المسلمين الحديث النبوي الشريف؟ حثهم على قتال كل من يريد قتال كل من معتد ظالم يريد انتهاك حرماتهم. ثانيا، حث المسلمين على ماذا؟ على التضحية من أجل صيانة دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأن الذي يقتل وهو يدافع عن أي من هذه الأمور فهو في عداد الشهداء ونال منزلة الشهيد. ثالثا، حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان الأساسية. ما هي حقوق الإنسان الأساسية عزيزي الطالب؟ حرية العقيدة، صيانة الأنفس والأعراض والأموال. رابعا، بيان كرامة الشهيد ورفيع منزلته. إذن بينا في هذا الدرس أبرز ما يرشد إليه حديث النبوي الشريف. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى الدرس الرابع، ألا وهو الخمس. فما هو الخمس؟ الخمس هو إخراج ما مقداره 1/5، أي خمس ما زاد عن حاجة المسلم عند رأس السنة. فكل مسلم يحدد رأس سنة خمسية له يحاسب فيها نفسه. أي شيء يريد أو أي مال يزود عنك أو عندك في خلال سنة كاملة، هذا يعطى منه إخراج مقدار 1/5، أي ما زاد عن حاجة المسلم عند رأس السنة، فتسمى يحدد سنة خمسية له فيحاسب فيها نفسه ويعطي فيها للفقراء. فكل شيء لم يستعمله في نهاية السنة يجب عليه دفع خمسه. مثل ماذا؟ كالمواد الغذائية، الأموال، الذهب، الفضة، وغير المستعمل مما لا تلبسه المرأة خلال السنة، وأجهزة المنزل التي تخزن فلا تستعمل خلال السنة يجب فيها الخمس وتعطى للفقراء. لم تحتاجها أنت ولم تستعملها أنت، أعطها، خلي يستفيد شخص آخر منها ولك الأجر فيها. وللخمس أحكام فقهية يجب على المسلم تعلمها، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخمس في القرآن الكريم فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الركاز الخمس. في أحد السنوات جاء سؤال في يعني وزارة وزاري قوله: وفي الركاز
خمس. ما معنى الركاز؟ ما معنى الركاز؟ الركاز هو الذهب والفضة. جاء هذا السؤال في أحد السنوات الماضية. إذن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الركاز الخمس، أي الركاز هو الذهب والفضة. الغنيمة، ما هي الغنيمة عزيزي الطالب؟ تعريف الغنيمة في اللغة هي الربح. إذن الغنيمة في اللغة هي الربح، وتطلق الغنيمة على ماذا؟ على الأموال التي يستحوذ عليها جيش المسلمين من أعدائه ويجب فيها الخمس. إذن الغنيمة في اللغة هي الربح، وتطلق الغنيمة على الأموال التي يستحوذ عليها جيش من المسلمين من أعدائه، من أعدائه في المعركة. إذن الغنيمة هي الأموال التي يستحوذ عليها جيش المسلمين من الكفار أو من أعدائه في الحرب، يجب فيها الخمس. وبعض طوائف المسلمين يوجب الخمس في غنيمة الحرب فقط ولا يوجبه في غيرها من الأموال. إذن بعض المذاهب يقولون بيوجب الخمس في غنيمة الحرب فقط، ويعني ليس في الأموال، يعني كالمواد الغذائية والأموال والذهب والفضة، يخصصون بأن الغنيمة هي فقط في أموال التي استحوذ عليها جيش المسلمين من الأعداء في القتال. منهم من العلماء من قال بذلك، ولا يوجبه في غيرها من الأموال. إذن عزيزي الطالب، الخمس هو إخراج ما مقداره 1/5 زادت عن حاجة المسلم عند رأس السنة، فكل مسلم يحدد رأس سنة خماسية له يحاسب فيها نفسه. أما الغنيمة فالغنيمة في اللغة هي الربح، وتطلق الغنيمة على الأموال التي استحوذ عليها جيش المسلمين من الأعداء في المعركة. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.